هذا الرشاش الجديد طبعا اللي ذكرت في المعرض اللي بالباتل باس، يعني مشي حالك. لازم يموت، لازم تقوم بلا، لازم تموت، ما فيها كلام. طبعا الرشاش مداه جيد، لكن كان اوف هذا اللاعب ذا جننا من بداية المباراة. انت حنا بالسنايبر مداه ممتاز وسرعة الطلق ممتازة، لكن سرعة المشي، سرعة المشي وسرعة الحركة عاد هنا مشكلة. وش حلو السلاح زين صراحة. هذا اليو ال 736 بنوريكم الشكل. اوكي قتل 8، شوف هذا واحد والثالث الثاني ثلاثة، من هذا الشكل السلاح. جربناه كشكل مرة حلو، كحركة أنا أشوف إذا أرقام الحركة، خفة الحركة 55 فعلا، بطيء بالحركة، التحكم 72، المدى 79 فعلا، فعلا مدى مرة عالي. والله اسطوري صراحة. الشكل اسطوري. نحط معاه سيارة متفجرة. يلا بسم الله. ما اعرف انا والله اشتقت للسمت، الجبال الجليدية من زمان من زمان. عن يمكن 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 الناس يحبونها اكثر من هذه، هذه ما ادري تضيع. صحيح الجبال الجليدية ممكن يعني منطقتين هي اللي فيها يعني معروفة يعني تصير فيها زحمة، هنا لا، في ضياع، في انه
أكثر من مكان تقريبا، أكثر من ساحة بين ساحة وبين شبه ساحة وبين ممرات. أعاني أعاني بالمشي، أعاني بالمشي فعلا. هذا السلاح ولا 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 ايش ذا؟ يا الله يا الله، بس نقطة الضعف الأساسية والقوية هي المشي. يعني الواضح الواضح النقطة الضعف المشي، بس في نقاط ضعف يمكن. شوف 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 شوف، والله طلقت والله طلقت. ايش ذا؟ ايش هذا؟ شيء يقهر لما تجيب بهالزاوية بهالمسافة إيه لو كنت أنا مواجه مسافة أفضل. لا لا عندي لاك عندي لاك. كم في 199؟ ايش هذا؟ ايش صار؟ ايش صار بالنت عندنا؟ والله ما اعرف. على حظي على حظي. والشغلات هي اللي تخرب البثوث. يعني بطء بالنت لمدة 10 ثواني خلاص ينهي لك البث، ينهي لك البث كله. ممكن التسجيل عادي يمشي، بس البثوث لا انسى. حلو شكل الثلاجة، مرة حلو. وجع 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 وجع، وش ذا الحظ؟ الحين 27. لا لا صلح النت. واو الحمد لله 27 البينج الآن. الله يلعن شكلك، الله يلعن شكلك. هذا ما غير يطلع لي ذا يعني ابو شكله المخنز. شوف كيف الرشاش هذا رهيب رهيب، بس عطوا فرصة عطوا المجال وعطوا المسافة المناسبة وزاوية يعني انه يكون خصمك بالمسافة الصح بزاوية الصح ان شاء الله. وجع 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 وجع، وش ذا يا اخي؟ اقسم بالله بعصو جوي والله والله بعصو جوي. الحين انا جاني لوز من كثر من كثر الصراخ الايام ذي. يا دين الله يا دين الله يا دين الله، بس يا دين ربي. يا الله يا الله يا الله، الله يصبرني بس وضافك يا رب بس. ايش هذا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. شوف كيف يجي لك كذا من ورا بعد يا اخي. خلاص 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 خلاص، يعني تصير فرحان مبسوط خلاص، صايد صايد ذولا وتجيلك يجيك 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 البعوص، يجيك بعوص 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 أليم بعوص أليم. أنا وشكلك قاعد أطلق أنا من الصبح، وينك أنت؟ ما طلعت، ما جاء لي يوم وقفت الطلق يا أخي والله شيء استفزاز. الله يعيد بس. نعرف معانا ناس جايين ضدنا، ناس أعوذ بالله.
ودي أصرخ أحيانا، ودي أصرخ صراخا يسمع القاصي والداني، ودي أركض بالحارة. والله العظيم شيء مرة يعني مرة 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 أليم. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن